حياكم الله إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم شارع السور. نلتقيكم الليلة مع أحد القطاعات الحيوية في واحدة من المرافق المهمة في الدولة، وهو قطاع شبكات التوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء. وقفة عند التحديات أمام هذا القطاع الكبير وإنجازاته المتعددة، خاصة مع الدور المشهود لوزارة الكهرباء والماء في تحقيق دولة الكويت مؤخرا إنجازا جديدا تمثل في دخولها ولأول مرة ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر من البنك الدولي، حيث كان للوزارة دور في هذا التحسن من خلال مكون سهولة الحصول على الكهرباء. محاور عديدة للأمانة ستكون محل النقاش مع ضيفي في الاستديو الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية المهندس مطلق العتيبي. حياك الله مهندس مطلق. حياكم الله، ولقاء جديد وسعداء في هذا اللقاء. دائما احنا مع ضيوفنا نبلش في تقرير يشرح مضمون حلقتنا، ونعود للمشاهد الكريم لنبدأ محاور متعددة في شارع السور بعد هذا التقرير الابتدائي في حلقة شارع السور. قطاع شبكات التوزيع الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء، دينامو الطاقة الكهربائية ومحرك توزيعها، هي جملة مسؤوليات ووظائف مهمة تقع على عاتق القطاع ليقوم بدوره التكاملي ضمن بقية قطاعات الوزارة لأداء دورها الحيوي على وجهه الأكمل. وقد ساهم القطاع من خلال دوره الفاعل في وزارة الكهرباء والماء في تعزيز مهامها لتشكل واحدا من مكونات ساهمت في تحسن دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، وذلك عبر مكون سهولة الحصول على الكهرباء. وفيما تحقق هذا الإنجاز، يواصل قطاع شبكات التوزيع الكهربائية مهامه، فعند ظهور أي خلل أو عطل في التيار الكهربائي تتفاعل فرق القطاع مع المشكلة من خلال تلقي الشكاوى من المواطنين ومعالجة الخلل وإرجاع التيار، إضافة إلى متابعة الأعطال اليومية وإصلاحها بالسرعة اللازمة وتوصيل الكهرباء للمستهلك بالتوازي مع مهام الصيانة الدورية والمستمرة لمحطات التحويل ومولدات الديزل. قطاع شبكات التوزيع الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء، رصد مستمر للاستهلاك وتعامل فوري مع الأعطال، متابعة واعتماد مخططات الأحمال الكهربائية، تميز في الأداء والإنتاجية بكفاءات وطنية. حياكم الله معنا من جديد في شارع السور. ضيفي وضيفكم الوكيل المساعد لشؤون شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء والماء المهندس مطلق العتيبي. حياك الله مهندس مطلق. نورنا اليوم. أبدأ معاك من انتهاء التقرير، دخول الكويت في قائمة الدول أكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فيما يتعلق في جودتها وتوصيل التيار الكهربائي تحديدا ضمن توصيات وأيضا إرشادات ومتابعات البنك الدولي. السؤال، كيف وصلنا إلى هذه المرحلة من التميز ومن العطاء المستمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة الطيبة، وإن شاء الله نقدم ما يرضى الجميع. تعاون وزارة الكهرباء والماء من خلال فرق برقابة من وزارة ووكلاء وزارة الكهرباء تحقيقا لإيصال التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن وتلبية لمتطلبات البنك الدولي لنصل إلى أرقام عالية أو ترتيب عالي من أصل 190 دولة، تكون من عدة فرق بدأت من سنة 97 تحديدا، وأخذنا نتائجها في هذا العام الحمد لله شكر. في 97 كان ترتيب دولة الكويت فيما يخص إيصال التيار الكهربائي 97 من أصل 190، في 2018 كان ترتيبنا 95، في 2019 صعد ترتيبنا إلى 66 من أصل 190 دولة، وإحنا من أول من العشر الدول الأولى
لنحقق طلبات البنك الدولي وملاحظاته. فإن شاء الله متوقع في 2020 أن نقفز قفزة عالية جدا، وإن شاء الله بإذن الله راح تكون موجودة بجهود الفرق العاملة، وهي من يعني جهود وأيدي شباب كويتيين. جميل كويتيات. جميل، هذا يسجل لإنجاز قطاعكم مهندس. نعم. مطلق. طيب دور القطاع في هذا الجانب؟ احنا لنا 5 خدمات كهربائية من أصل 23 خدمة تقدمها وزارة الكهرباء والماء إلكترونية تسهل الوقت والوصول إلى الناس المختصة في قطاع التوزيع من خلال إدارة الإمداد الكهربائية أو من خلال إدارات شبكات التوزيع وخدمات إيصال التيار بأسرع وقت ممكن للشرائح اللي مسموح لها إيصال التيار، كان الزراعي إلى خاص أو صناعي أو استثماري أو تجاري. فالحمد لله شكر في فرق موجودة متواجدة 24 ساعة فيما يخص الصيانة أو الإيصال، أو في دوام الصباحي اللي هي فرق دراسات المتخصصة في دراسة أحمال التكييف أو الكهرباء أو الفحص الكهربائي للمباني الجديدة. طيب أنا أتساءل أيضا أبو عمر، ويتساءل أيضا معي المشاهد الكريم، مدن جديدة، محطات قيد الإنشاء ومحطات قائمة، يعني محطات التحويل الثانوية عددها كبير، محطات صحيح. رئيسية، ممكن أنت تفيدني بالأرقام. هل يدعوني صراحة أني أتساءل في ظل الجهد المتنامي لوزارة الكهرباء والماء، كيف تحافظون على كفاءة شبكات التوزيع الكهربائية؟ نعم الحمد لله شكر شبكة، يعني قضية إن القطاع اللي يحصل بالصيف سابقا للأمانة قل، يعني احنا شفناه في السنوات الماضية، لكن كيف تحافظون على كفاءة الشبكات؟ طبعا تميزت دولة الكويت بعدد لا بأس به من محطات توليد، يتعدى 8 محطات توليد كهربائي موزعة في أنواع في أنحاء مختلفة في دولة الكويت مجاورة للشواطئ، وعندنا محطة طاقة متجددة في الشقاية، ف المجموعة 9 بأحجام مختلفة ومسافات متباعدة. وما يخص قطاع شبكات النقل الكهربائية، نتعدى 600 محطة تحويل رئيسية اللي هي تأخذ الطاقة من محطات التوليد الكهربائية، وتبدأ بخفض الجهد الكهربائي إلى الخفض إلى الجهد المتوسط اللي هو 11 كيلو فولت، وهي ما نسمي إحنا شبكة توزيع كهربائية. وعدد محطات توزيع كهربائية يتعدى 9000 محطة توزيع ثانوية موزعة في أنحاء متفرغة من دولة الكويت. السبب استمرارية الكهرباء بهذه الكفاءة، أن شبكاتنا تعمل بنظام الرينك اللي يكون فيها عدد لا يقل عن 2 كيبل، فإذا فقدنا كيبل في كيبل ثاني واصل أو ثالث أو رابع على حسب حجم المستهلك اللي نتعامل وياه، يعني مستهلك في منطقة سكنية يختلف عن المستهلك في منطقة تجارية أو استثمارية أو صناعية. وفي تركيز على بعض الأماكن الحيوية بالدولة تجد أكثر من هذا الأعداد والكيبلات، والحمد لله شكر نسبة وتناسب نسبة الانقطاع قليلة مثل ما تفضلت مقارنة في بعض الدول الأخرى. يعني جميل، في الآن يعني ما شاء الله الدولة قاعد تبني مدن إسكانية جديدة وتشيد مدن إسكانية، أعطيك مثال صغير على مثلا الخيران ومنطقة غرب عبد الله مبارك، بدأ بها البنيان وإذن البناء أعتقد قبل سنتين، بعض المناطق حتى الآن وبعض القطع بل أكثرها يعني تم البناء الكامل لبعض المنازل للمواطنين، فبانتظار توصيل التيار الكهربائي البعض يشتكي، وأنا أنقل لك هذه الشكوى. الآن التأخير عند منو في هذه القضية أبو عمر؟ هل هي بيد المؤسسة العامة للرعاية السكنية أم بيد وزارة الكهرباء والماء؟ طبعا احنا في وزارة الكهرباء والماء الحمد لله نتعامل مع اللجان التطوعية في هذه المناطق السكنية الجديدة والكبيرة. جيد، يعني مو مخلينكم المواطنين. لا والحجم الكبير من المناطق ما شاء الله، والعدد المنازل يعني نتكلم على أكثر من 5000 وحدة سكنية في غرب، إذا ذكرت غرب عبد الله مبارك. ونقيس عليها أيضا، لا نحتكر بس السؤال على غرب عبد الله مبارك. هو كمثال أخرى. كمثال. الحمد لله شكر كشبكة ضغط العالي أو شبكة النقل الكهربائية تم تشغيلها بالكامل. الآن احنا في مرحلة التشغيل بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتشغيل التدريجي لمحطات التوزيع الثانوية، ولعددها يتعدى 200 محطة توزيع ثانوية في هذه المنطقة. بدأنا باستدعاء بشكل غير رسمي لأكثر من عدد 800 قسيمة
ولتعديل أسماء محطات اللي راح تتقدم منها بيوتهم، وإن شاء الله غريبة راح يتم الإعلان الرسمي لاستقبال طلباتهم وإيصال التيار الكهربي لهم مباشرة دون يعني أي تأخير. وفي تجاوب من أهالي المناطق السكنية سواء في منطقة الوفرة السكنية أو صباح الأحمد أو مدينة جابر الأحمد، يعني في تجاوب مستمر مع الأهالي وسرعة. عادة توصيل التيار الكهربائي المدة، يعني إحنا يعني الدورة المستندية وأيضا الإجراءات المتخذة والمتبعة في وزارة الكهرباء والماء، يعني لسلامة هذه الأحمال الكهربائية حتى تتسق أيضا مع صحيح القانون ولا يكون هناك أيضا في المستقبل انقطاع للتيار الكهربائي. السؤال كيف تتعاملون مع توصيل التيار الكهربائي؟ كيف أنا كمواطن أحصل على التيار الكهربائي من خلال المكتب الهندسي للتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، وبالتالي أقصد المدة. طبعا سابقا كان التعامل ورقي وكانت تاخذ مده طويله وتضيع بعض الاوراق يعني على حسب كثره الاعمال. اليوم التعامل سريع جدا عن طريق الخدمه الالكترونيه بالتعاون مع المكاتب الهندسيه. المكتب الهندسي يرسل لنا في بادئ الامر طلب امكانيه حجز طاقه لهذا المنزل او المنشاه، ياخذ الموافقه خلال يوم او يومين. بعدها يبدأ المواطن باستخراج رخصة البناء ويبني بنيانه تحت رغبة بلدية الكويت، وبعد ذلك بعد الإنجاز بالكامل من المنزل يعني انتهاء المنزل يتم رسالة إلى وزارة الكهرباء. عندنا في إدارة الأبنية الكهربائية ما يتعدى إذا كان المعاملة سليمة والبناء سليم ما يتعدى 4 أيام عمل إلى 3 أيام عمل. جميل. إلكترونيا. وأنت قاعد بعدها خدمة الفحص تبدأ. خدمة الفحص. إيه نعم. زين، وأنت قاعد تكلمني مهندس مطلق، قاعد نشوف معك إخواننا في وزارة الكهرباء قطاع شبكات التوزيع يقومون بدور، هذه فرق أيضا أعتقد فرق طوارئ وفرق صيانة. إيه نعم، عندنا في 6 محافظات كل محافظة يكون فيها مركزين طوارئ. المراكز الطوارئ فيها شباب كويتيين عملوا بنظام النوبات النوبات في العمل لإيصال عند انقطاع أي تيار جزئي أو كامل في أحد المنازل أو المنشآت. يتجه فريقنا مباشرة على حسب حجم الأعمال أو حجم الاتصالات إلى المنشأة للتأكد من سلامة الفيوزات الواصلة إلى الوحدة السكنية أو غيرها. في حال وجود عطل أو أن الفيوز عاطل أن يتم استبداله مباشرة وإعادة تشغيل المنزل مباشرة، أو إذا كان الأمر عطل في محطة توزيع ثانوية فرقة من المهندسين لفحص تأتي مباشرة لفحص هذه المحطات. جميل. ويصير إعادة تشغيلها مرة أخرى أو طلب استدعاء مولدات إذا كان في عطل. راح أرد على هذه المواضيع تباعا، إحنا عندنا وقت كافي. مهندس مطلق ودي أسأل عن شكل المخالفات حتى ندخل في موضوعنا أيضا أكثر وأدخل. يعني في مباني استثمارية، سكن خاص، حيازات زراعية، في سكن عزاب، اليوم عندكم مسؤوليات جسام. أبدأ أنا بسكن العزاب، ما هو الدور المتخذ من قبل وزارة الكهرباء والماء في مخالفة العزاب من ناحية الكهربائية على الأقل؟ نعم، إحنا في تعاون بيننا وبين جهات الدولة برئاسة بلدية الكويت في لجنة مشكلة على أي بلاغ يصلنا عن أي منزل أو مش يعني داخل في السكن الخاص بها عزاب، يتم الكشف من بلدية الكويت ومن مباحث الداخلية، وبعدين عاد يصدر من هذه اللجنة كتاب بقطع التيار مباشرة، وتخرج الفرق لقطع التيار. وإلى حين إخلاء العزاب من هذا المنزل يتم الكشف مرة أخرى على المنزل من قبل بلدية الكويت، ثم إصدار كتاب إيصال التيار مرة أخرى مباشرة بعد دفع تكاليف الاستهلاك اللي كانت على المنزل، وتعديل الوضع إلى ما هو الوضع السليم اللي يحافظ على سلامة الإيصال التيار الكهربائي. طيب أنا بسألك سؤال أيضا آخر مختلف تماما، نقرأ في الصحافة الكويتية دائما أو في مواقع التواصل الاجتماعي سرقة كيبلات من الدولة، كيف تتم السرقة؟ أين دور وزارة الكهرباء والماء؟ كيف تسرق من يعني كيف تسرق من الدولة؟ يعني وين الدور المنوط بوزارة الكهرباء؟ يعني وزارة الكهرباء توجد فرق تعمل بنظام 24 ساعة. طيب. لزيارة مثل ما قلنا العدد الهائل من المحطات، يتعدى 9000 محطة توزيع ثانوية منتشرة في أنحاء متفرقة من دولة الكويت. السرقة يعني شيء نسيطر عليه وشيء لا نستطيع السيطرة عليه. فوزارة الداخلية متعاونة ويانا تلغي القبض على هذا اللصوص بعمل كمين يعني محكم. والآن بالفترة الأخيرة الحمد لله قلت هذه نسبة السرقات، لأن فعلنا دور الشباب الكويتي
اليوم أنا أكلمك في كل محافظة لا يقل عن 50 أو 60 شاب كويتي يعني يروحون لهذه المحطات بزيارات في أوقات مختلفة للكشف، وهذا حسس اللصوص أن في رغبة موجودة ذاتية من موظفي وزارة الكهرباء، زائد وزارة الداخلية يعني لا تألو جهدا بزيارات مفاجئة لمحطات الكهرباء. ما شاء الله نسمع أن وزارة الداخلية ألقت القبض على شاحنة محملة بكابلات يتم استدعائنا، فعلا نلقاها كابلات خاصة وزارة الكهرباء يتم إحالتهم إلى النيابة وهكذا. يعني في أغلب السرقات والمخالفات وين تكمن مهندس؟ إحنا لاحظنا السرقات تكون في المناطق البعيدة أو المناطق السكنية الجديدة اللي لحد الآن ما فيها أهالي ساكنينها، يعني مثل منطقة الوفرة، مثل مدينة الصباح الأحمد، مثل مدينة الخيران، المناطق المهجورة القليلة اللي تكثر فيها العمالة ويقل فيها السكان أو ساكنين أهل الأهالي يعني. فلأن عدم وجود كثرة للدوريات الأمنية، عدم وجود مخافر، كثرة العمالة السائبة، هذا تساعد على هذا. عدم وجود مناطق آهلة بالسكان أدى إلى هذه التسيب من قبل يعني هؤلاء اللصوص. نعم. أتساءل أيضا في كود للبناء، ايضا في كود كهربائي اعتقد صحيح. الان راح تطبقون او طبقتوه؟ نعم، كود البنايه يتم تحديثه كل فتره، الكود الاخير كود 2018 يراعي العزل البناء، يعني احنا نتكلم على السمك الحائط الخارجي للمنزل انه لا ينقص عن 25 سنتيمتر، هذا يساعد على استقرار الجو الداخلي في المبنى ما بين الدفء الى البرود على حسب طبيعه الجو. زائد احنا طلبنا يعني بشكل الزامي على الجهات الحكوميه بالاتجاه الى المكيفات الموفره الطاقه، يقصد بها انفرتر اير كونديشن، او انه وكذلك فرضنا عليهم تركيب بنسبه لا تقل عن 10% من استهلاك المبنى من الخلايا الشمسيه. يعني اذا كان عندك مبنى يستهلك 100 كيلووات، هو مضطر المبنى الحكومي يركب خلايا شمسيه 10 كيلووات تحت دراسة واعتماد من وزارة الكهرباء، لأنها راح تكون مربوطة بشكل مباشر بالشبكة الكهربائية. كان في مشروع جميل بين مؤسسة الكويت التقدم العلمي وأيضا أعتقد جمعية الزهراء. إيه نعم. طبقوا في نظام الطاقة الشمسية. ليش ما يعمم المشروع أبو؟ الحمد لله تم تعميم هذا المشروع، يعني لو ترى بنظرة يعني من أسطح وأنت على طائرة مثلا فوق مباني الكويت تجد الحين بدأ يظهر اللون الأزرق فوق المباني الحكومية. يعني عندك مواقف الجمعيات، وزارة الكهرباء، وزارة الأشغال، أكثر من 5 مدارس في وزارة التربية. نتكلم على الحين مدينة منطقة غرب عبد الله مبارك هي من أوائل المناطق اللي نفذت كود البناء. راح تجد أن أغلب المباني الحكومية بدأ تركيب الخلايا الشمسية فوق أسطحها يعني. فإن شاء الله غريبا راح تجد هذا اللون منتشر في أسطح المباني الحكومية بشكل خاص والمباني الأخرى بشكل عام يعني. جميل. احنا هل احنا في الكويت اصدقاء للكهرباء؟ يعني في اصدقاء للبيئة؟ هل احنا بالفعل نطبق يعني المعايير الدولية في استخدام الكهرباء؟ طبعا احنا من خلال لجان الترشيد يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، انا اقول لك الحين بنسبة 100% مدارس الكويت تم عمل فيها محاضرات وورش عمل للترشيد. فطبعا هذا النشء اليوم تعلم الترشيد وتعلم كفاءة الطاقة، فطبيعي راح يكون صديق للكهرباء وللماء. بعد فترة إن شاء الله هذا النشء راح يحس بقيمة الكهرباء والماء، يحافظ عليها ونحاول نقلل من استهلاك الطاقة اللي بالمقابل راح تقلل من انبعاثات كربونية في الجو إن شاء الله. جميل. عندكم مراقبات التحكم والمراقبة في جميع مناطق الكويت وقراءات نعم. إلكترونية. نعم. هذه القراءات شنو تعطينا؟ تعطينا قدرة على القدرة يعني قراءات القدرة وقراءات أعتقد التحمل، وأنت أخبر مني في هالمجال. شنو أكثر مناطق في الكويت تستهلك من الكهرباء؟ طبعاً. وتستهلك الكهرباء. طبعاً المناطق السكنية القديمة والمدن الصناعية بشكل عام. المناطق السكنية القديمة لأن لا زال التكييف فيها التكييف غير موفر. تقليدي، وان شاء الله عن قريب سوف يتم يعني من قبل اصحاب يعني المنازل استبدال مكيفاتهم بالمكيفات الموفره للطاقه، اللي بالمقابل هي راح تقلل الفاتوره الشهريه في منزله. يعني انت لو تقارن بيت في منطقه من المناطق القديمه راح تلقى ان كهربته تتعدى 30 الى 40% من البيت اللي في المناطق الجديده بنفس الحجم، بنفس حجم البناء او مساحه البناء. والسبب ان الاجهزه الموجوده قديمه،
أو نظام الحوائط العزل يكون ضعيف مقارنة في المنازل الجديدة. مما يستدعي أيضا استهلاك الكهرباء أكثر. إيه نعم، يعني المنازل القديمة راح تلقى العزل فيها بسيط، التكييف فيها مستهلك الطاقة مقارنة بالمناطق الجديدة. بالنسبة إلى الضبطيات القضائية تسجلون مخالفات؟ نعم. للمواطنين، للمقيمين، نعم. حتى على الجهات الحكومية. نعم. يعني لا استثناء. اليوم الحكومة تقدم أيضا وتخالف أيضا جهات حكومية. صحيح. يعني ما في مجال حتى أيضا للاعتبارات الحكومية. أنا أقولها لك بشكل صريح. هل خالفتم أيضا جهات حكومية فيما يتعلق في الاستهلاك وتوفير الطاقة؟ طبعا احنا نعم، احنا الحمد لله نتلقى بلاغات من المواطنين او المقيمين في دولة الكويت من خلال حساب وزارة الكهرباء في تويتر بوجود مخالفة في مسجد او مستوصف او مخفر او غيره من المنشآت الحكومية، سواء باستهلاك الماء عن طريق غسل السيارات او غسل الأرضية بالماء، او من شدة الإضاءة خلال النهار تجد بعض الإنارة الخارجية للمباني تعمل، او في الليل مهندس أو في الليل. تجد مرات مبنى حكومي نعم. موجود لكنه في اضاءه، لما تسال مرات يقول لك هذه من ناحيه امنيه ايضا. نعم، احنا حتى مباني وزاره الكهرباء ليست مستثناه من هذا الامر. ها يعني تخالفون نفسكم بعد الضابط القضائي يخالف مدير الاداره. نعم، يخالف مدير الاداره المختص بكتاب رسمي ان انت مستهلك للماء او مستهلك للكهرباء، وكذلك باقي المباني الحكومية أو باقي المواطنين أو المقيمين يعني بشكل دائم. الآن فرقة الضبطية القضائية أصبحت مثل الدورية في المناطق. بس هي ترى يعني هي تخالف، بس العبرة في النتيجة. لما تخالف ما هي يعني نتيجة المخالفة؟ إحنا المخالفة مالتنا مخالفة توعوية. طبعا إذا كانت لا تتعدى السرقات فهي مخالفة توعوية، إن هذا صرف، وان يجب عليك ذهاب وزارة الكهرباء بتسديد كامل الفاتوره الى الصفر. نعطيه يعني تنبيه، صاحب علاقه عاده ما شاء الله في تجاوب، يعني تجاوب معنا في هذا الامر. يسالون يعني شنو الحل، فنقول استخدم المرشدات في الماء، استخدم ال LED لايت، استخدم الفوتو سيل او الحساسات الضوئيه حق اذا كان حط كشافات خارجيه يعني لمنزله او لمنشاته الحكوميه. جميل، انا ودي اطلع معك فاصل مهندس مطلق واعود لك بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام، واعود الى ضيفي معاكم المهندس مطلق العتيبي. طوارئ الشبكات الكهربائية، تفضل. We'll be right back.
حياكم الله معنا من جديد. شاهدنا معاكم الفاصل الجميل عن إدارة الشبكات الكهربائية. يعني أنا شاهدت مهندس مطلق، يعني أيضا المهندسة الكويتية الشابة الكويتية في الميدان، يعني شيء جميل. يعني أصبحت أيضا تزاحم الرجل في بعض المسائل التي تحتاج إلى جهد وإلى قوة إلى طاقة. وشفنا سيارة أعتقد أطلقت عليها اسم سيبة. نعم. تكلمنا عن الوقفة الجميلة اللي شفناها. طبعا ما شاء الله أخواتنا المهندسات والفنيات فعلا بدأوا بالأيام الأخيرة بالدخول وبقوة، وبعد التدريب في وسيلة في أعمال التشغيل الكهربائية أو وسائل الأمن والسلامة والمعلومات اللي تخص العمل. يعني اليوم أكلمك، أنا موقع ثلاث شهادات صلاحية التشغيل لثلاث مهندسات. جميل. في 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 المكتب، في مكتبي أقصد. ما شاء الله يعني بدأوا بتشغيل محطات التوزيع الثانوية أو محطات تحويل الرئيسية، أتكلم في قطاع شبكات النقل، أو بدأوا في مختبرات الكيمياء وإنشاء مختبرات الكيمياء اللي ما شاء الله كانت تعطينا الانطباع الأول عن محولات القدرة. تكلمنا على سيارة سيبا قبل شوي. السيارة هذه هي تكشف الأعطال، يعني إذا حصل انقطاع لتيار كهربائي من أحدى الكابلات الأرضية، عادة الكابل يكون طوله كيلو أو كيلو ونص، فصعب علينا إيجاده يدويا. باستخدام هذا السيارة خلال ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين على حسب المعوقات في الطريق، حدائق أو سيارات أو غيره، نجد العطل بالملي، وتجي فرقة الحفر وتحفر وتأمن الموقع، وبعدين يكمل شغل المهندس الإصلاحات ويقوم بقطع الكابل التالف واستبداله بآخر، وبعدين فحص الكابل عن طريق جهاز الجهد العالي وتشغيل الكهرباء مباشرة. نتكلم على فترة يعني من 5 ساعات إلى 8 ساعات 10 ساعات على حسب طبيعة الموقع. نعم، احنا يعني نشوف بالكويت بعض يعني الضغط العالي، شبكات الضغط العالي، وفي بعض الدول تكون يعني الشبكات أرضية والكويت مساحتها صغيرة. يعني ممكن انت ادرى مني في هالمجال كون الناحية فنية بحتة، احنا ليش ما يكون عندنا شبكات أرضية؟ انا اعرف انها مكلفة واعرف ان، لكن ايضا يعني منطقة نفس السلام مثلا او منطقة نفس العرضية كبارها الأندلس، في محطات يعني أعتقد أيضا تعيق بعض المشاريع الحكومية. أنا أتساءل، ما يعني ما أدري، أنت جاوبني. هو الخطوط الهوائية ما منها إعاقة لأي مشروع كان، لأنه بالإمكان استبدالها بمكان آخر أو مسار آخر على حسب توفر المسار البديل. الخطوط الهوائية تجدها دائما خارج المدن، ويعني لو تكلمنا على منطقة السلامة كان في منطقة اسمها جنوب السرة، بعدين صارت المنطقة قريبا راح تجد أن هذه الخطوط لمسافة معينة تقطع وتحول إلى أرضية، وعلى حسب بناء محطات رئيسية لضغط عالي. الخط الهوائي إذا ذكرنا السلام، ترى هو جايك من الزور إلى منطقة السلام بمسافة تتعدى 8 كيلومتر. يعني لو استخدمنا كيبل أرضي بغض النظر عن تكلفة، الجهد الكهربائي ما راح يوصل، لأن كل في الكيبلات الأرضية كل ما طال الكيبل كل ما قل الجهد. حتى مسألة الإصلاح والصيانة، حتى مسألة الإصلاح والصيانة في الخط الهوائي يعني تجد العطل مباشرة تصعد خلال ساعة أو أقل، يعني على حسب توفر الآليات أو وجودها في الموقع. بينما الكابل الأرضي يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين على حسب حجم الكابل. يعني إذا تكلم على 400 كيلو فولت هذا يحتاج منه أسبوعين عمل، بينما الكابلات يعني تغلب يعني الفترة على حسب حجم الكابل. وصولا إلى 415 فولت إلى أمام المنازل يحتاج منه 3 ساعات إلى 4 ساعات عمل. جميل. بينما الخطوط الهوائية مثل ما قلنا من ساعة إلى ساعتين أنت مصلح الخط الهوائي وتعيده للخدمة مباشرة. جميل. نعم. أنت ذكرت قبل شوية حتى أذكر السؤال، تخالفون جهات حكومية، بما أنك تخالف جهات حكومية الأصل أيضا تخالف مواطنين. إذا أنا زادت فاتورتي أو يعني تحملت أعباء كهربائية زايدة عن الطاقة المحددة لي كمواطن، كبيت مثلا أو كحيازة زراعية أو كمنشأة صناعية، المواطن إذا زادت أحمال الكهربائية هو يدفع بالتالي، تخالفه؟ هو زيادة الحمل الكهربائي راح يأثر على الفيوزات اللي تحمي المنزل من أي ضرر، فتلاقي الفيوز كل شوي يضرب وياه، فيجينا يشتكي من هذا الأمر، فإحنا نقول له نوجه على تقوية التيار
فيسوي معاملة تقوية تيار ونرفع له حجم الفيوز حجم الكابل على حسب المساحة المسموحة يعني لذلك يعني مثلا يعني قسيمة 400 متر المسموح لها كابل 150 بينما قسيمة 1000 متر مسموح لها كابل 300 ملم مربع. فاحنا وين مشكلتنا اذا بنى بناء مخالف على حسب توصية بلدية الكويت يتم اتخاذ يا الاجراء مباشرة. دائما المخالفات في الاستثماري ولا في الخاص؟ المخالفات دائما اللي انتم ترصدونها اللي انتم تتعاملون معاها اللي انتم تتخذون فيها اجراءات. نعم مخالفات متعددة في الخاص لها طابعها الخاص وفي الاستثماري والتجاري عادة الأكثر شيوعا انا اقصد. الأكثر شيوعا يكون في القطاع في المنازل الخاصة. طيب احنا في قضية يعني احنا من حسن حظنا حتى احنا اليوم يعني في شهر 11 والجو جميل دائما وقت الذروة وقت تعاملكم مع ايضا المخالفات ومع ايضا الصيانة والتحديث والتطوير اعتقد من شهر 4 لشهر اعتقد 8 او 9 وبالتالي هذه الذروة لعملكم ومع العلم ان عملكم على مدار الساعة صحيح شغالين 24 ساعة لكن فترة الانقطاعات فترة المخالفات فترة الأحمال الكهربائية الزايدة في هذه الفترة فترة الصيف فترة الشتاء ما في مخالفات قليلة جدا بالنظر إلى يعني برودة الجو فعلا تنكشف ويانا المخالفة بالصيف إذا ارتفعت الأحمال تنكشف المخالفة يعني لما نتكلم عن منطقة الجليب يعني ما تهدأ بالصيف من المشاكل بسبب وجود كثير من المخالفات مقارنة الآن بالشتاء تخف المشاكل فيها لأن الأحمال بدأت تنزل بالصيف لا توجد صيانة طارئة لا توجد صيانة دورية وإنما توجد صيانة طارئة بالمقارنة بالشتاء توجد صيانة يعني دورية بشكل مريح لنا ومن خلال الصيانات نجد بعض المخالفات أصلا ونتعامل إياها مباشرة يعني إنشاء المحطات الجديدة يمر بمراحل أيضا لربما أولها الحصول على مساحات وأراضي جديدة هل من معوقات في هذا الجانب جانب أن مثلا بناء وإنشاء نعم. محطات جديدة هو إحنا وين المشكلة وين الإشكالية إحنا محطة إذا بنتكلم عن محطات توزيع ثانوية اللي هي تغذي المنازل مباشرة أو المنشأة الاستثماري أو التجاري إحنا ما نطلب الأرض إلا للحاجة يعني وجود مستهلكين جدد يحتاجون طاقة فاللي خصص لنا هذه الأرض هي بلدية الكويت ومن خلال اعتمادها من المجلس البلدي وبناء عليه نخصص ميزانية لبناء هذه المحطات وتشغيلها نواجه مشاكل مع بعض المواطنين ما يبي المحول يكون قريب من منزله وجود المحول هو ما نقصد فيه الأذية لأي مواطن لأن الكابل اللي يخرج من هذا المحول لأبعد نقطة لازم يكون ما يتعدى 300 متر في حال أنه تعدى 300 متر ما راح تشتغل تكييف في هذا المنزل اللي راح يقل معانا الجهد الكهربائي فعلشان احنا كثير ما نجد مشاكل مع بعض المواطنين في هذا الأمر ونحاول نتفاهم وياهم باتصال بالمقابله اذا هو يتضايق المواطن لما يلقى بيته طبيعي يتضايق يعني طبيعي احنا ما نلوم على هذا الامر ولا نرضى له لكن هذا الطبيعه الفنيه لهذه المحطات يستطيع بالمناسبه المواطن اتذكر قبل في اجراءات نقل المحول لا زلتوا تعملون بهذا الجانب؟ لا نقل المحول موقوف ممنوع منعا باتا ايه. انا اتذكر على حساب ايه. المواطن اللي بينقل عدل ممنوع منعا باتا نقل المحول السابق كان يصير إنه الإنسان ينقل. رد أقول هو المحول ما وضع إلا على مواصفات معينة ومقاسات معينة يعني. جميل. في عقود راح تتوقع في جديدة في أنا أعرف إن قطاع شبكات التوزيع دائما يوقع عقود يعني لبناء وإنشاء وصيانة. في عقود جديدة. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن الكويت في كل سنة تتطور تزيد المباني يعني يزيد السكان سواء كويتيين أو غير كويتيين. بشكل متطارد هذا زيادة يعني زيادة أحمال فإحنا إن شاء الله الآن تم تخصيص ميزانيات عدة إذا نتكلم عن الكابلات الأرضية راح يتم توزيع إعادة توزيع الأحمال في المحافظات الستة في بعض المناطق اللي تكرر فيها الانقطاعات خلال موسم الصيف الفائت أو اللي قبله فتم رصد هذه الأماكن إن شاء الله في إن شاء الله في على بدأنا طرح هذه المناقصات إن شاء الله متى ما توقعت راح نبدأ مباشرة بإعادة توزيع الأحمال بما يحقق الراحة إن شاء الله للمستهلكين كذلك عندنا عقود يعني إحنا في قطاع التوزيع
نعاني في الأعمدة الخطوط الهوائية الضغط المتوسط 11 كيلو فولت من سقوطها خلال في وجود الرياح أو الخشبية القديمة الموجودة على أطراف دائما في المزارع موجودة على الطرق السريعة أو في المزارع أو في الجواخير. بس هذا أعتقد من قبل الغزو. نعم إن شاء الله الآن بدأنا التطوير إن شاء الله تم. ما شاء الله في عمرها الافتراضي كبير. هي طول هي عمود خشبي ما في ضرر إن شاء الله. بس إنه إحنا نواكب التطور اللي هو أساسنا بننقل أكبر طاقة على هذه الأعمدة سواء الخشبية أو العددية. لازالت موجودة في الوفرة وموجودة في العددية. لازالت موجودة إن شاء الله خلال خمس سنوات. خلال شبكات التحديث اللي قاعد تسوي. إن شاء الله خلال خمس ست سنوات راح نلغيها من الكويت نستبدلها بالأعمدة الحديدية اللي راح يكون فيها مانع للصواعق. وبارتفاعات لا تقل عن 13 متر مقارنة بالموجودة 9 متر شوية. إن شاء الله هذا الخط الهوائي الحالي ينقل 4 ميجاوات. الخط الهوائي إن شاء الله اللي راح نبدأ فيه في المنطقة الغربية للشقاية والسالم إن شاء الله في خلال سنة من اليوم إن شاء الله من خلال طرح مناغصتين راح الخط الهوائي الواحد بدل ما يشيل 4 ميجاوات راح يشيل عن طريق دائرتين كهربائيتين ما يقارب 10 ميجاوات. لما نتكلم 10 ميجاوات يعني أننا راح نقدر نفتح أي مشروع على هذا في جانب هذا المسار. نتكلم منطقة غربية الحين ما شاء الله على اللي هم نتكلم على طريق سالمي بدأ فيها المزارع الأمن الغذائي بدأت فيها قرية صباح الأحمد التراثية الشقاية أيضا نعم الشقاية أيضا أي منطقة الشقاية راح نستفيد من منطقة الشقاية للطاقات المتجددة في محطة تحويل رئيسية أوردي هناك موجودة اشتغلت إن شاء الله راح نأخذ منها خطوط اللي هي الأعمدة الحديدية اللي تنقل إن شاء الله أكثر من 10 ميجاوات راح نقضي إن شاء الله يعني المراكز الحديدية. أنا بعد الفاصل ما بيقاطعك بعد الفاصل ودي أسمع منك مهندس مطلق شنو الطاقات الحين طاقة متجددة عندنا كم طاقة تستخدم في الكويت ودي أسمع الإجابة لكن بعد الفاصل أسمع إجابتك بالنسبة إلى الطاقات التي تستخدم في الكويت بعد الفاصل أعود إلى ضيف المهندس مطلق العتيبي ابقوا معنا لا تروحون بعيد لقاءنا أيضا مهم جدا عن الكهرباء وشبكات التوزيع في الكويت حياكم الله. لتأمين الطلب على الطاقة توفير الكهرباء بجودة عالية ضمن تنمية مستدامة خطط فنية وفق معايير عالمية قطاع شبكات التوزيع الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء جهود تتكامل لمستقبل يتحقق. حياكم الله معنا الجديد تحية باسم شارع السور للكادر الكويتي الوطني من الشباب والشابات. شاهدنا يعني بعض الأخوان المهندسين في جهاز ممكن يشرح للمهندس مطلق العتيبي كيف من الممكن تتبع حركة الكيبلات على الأرض. يعني شيء جميل اللي شفناه قبل شوية مهندس مطلق. طبعا وزارة الكهرباء حصلت على جائزة عالمية في جائزة الجاي اس العالمية جيوغرافيك انفورميشن سيستم بفريق كويتي في المياه وفي الكهرباء. تم تحديد الشبكة الخاصة في وزارة الكهرباء ونقل هذه الشبكة يعني او مسارات هذه الشبكة الكهربائية او المائية الى نظام الكتروني. فصار عندنا نعرف من خلال برنامج الخدمات شنو موجود في هذا الشارع او ذاك الشارع. جميل. وهذا شيء رهيب يعني ما شاء الله سهل علينا ان نصل الى الترتيب اللي تكلمنا عليه اللي قاعد نشوفه الان اللي انت قاعد نعم هذا جهاز تحديد مسار كيبلات وشوف مثل ما تشوف فريق شباب كويتي وسهل جدا الاستخدام
يتم تدريبهم عليها الشباب يعني. جميل. أنا قبل الفاصل سألتك عن أنواع الطاقة في الكويت، أنت قلت الطاقة المتجددة وطاقة مثل الرياح نستخدم وطاقات أخرى يعني، مثل حتى مشروع أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة مشروع في شركة نفط الكويت سدرة عن الطاقة المتجددة في الكويت. إحنا في الكهرباء كم عندنا طاقة غير الطاقة الكهربائية؟ طبعا نتكلم عن التاريخ. الكويت سنة 1978 كان عندنا مشروع للسان تراكر أو السولار سان تراكر، واللي هو استخدام إنتاج الطاقة من تسخينها من تسخين في منطقة شب لإنتاج 100 كيلووات في سنة 1978. في 1984 كان عندنا مشروع خلايا شمسية بعد يتبع معهد الأبحاث ينتج 50 كيلووات ومشبوك على شبكة أون جريد في يعني في ذاك التاريخ. في التاريخ الحديث الحمد لله والشكر الكويت شقنا تم تشغيل محطة الشقايل لطاقات متجددة، وهي فيها الخلايا الشمسية بإنتاج 10 ميجاوات، والخلايا الحركية اللي هو الويند تيرباين 10 ميجاوات، والفترة الأخيرة أو الشتاء الفات تم تشغيل بكامل الطاقة 50 ميجاوات اللي هو استخدام الشمس لتسخين المادة اللي هو احنا نسميه السي اس بي اللي هو التسخين الحراري. جميل. للطاقات، والحمد لله الان الانتاج من هذه الشقايه 70 ميجا وات مربوطه بشبكه الكهرباء الوطنيه. يدعون للسائل يعني شنو مشاريعكم القادمه؟ يعني استراتيجيتكم طموحكم في قطاع شبكات التوزيع؟ طبعا قلت لك احنا باستخدام بتنفيذ قانون كود البناء اي مشروع حكومي راح ينفذ 10% من استهلاك الكهرباء باستخدام الطاقات الشمسيه. هذا راح يعطينا يعني لو قلنا مشروع حكومي يستهلك 1 ميجا وات يعني راح 100 كيلووات راح يكون انتاج طاقه شمسيه يعني 10% من هذا المشروع، هكذا قيس عليها. جميل. ما شاء الله يعني المواطنين لو تلاحظ بدأوا الحين بدأت تنفتح عندنا محلات طاقات متجدده بالكويت. هذا دليل ان في طلب على هذا الامر، سواء تشغيل الحدائق، التسخين الحراري للمياه في المنزل، يعني تشغيل استخدام الخلايا الشمسيه في بورلات السيارات. في بعض المواطنين ما شاء الله يمكن تشوف البيت اللي بسلوى مبدع في استخدام الخلايا الحركيه او الشمسيه، مشهور هذا المواطن يعني جزاه الله خير وندعمه على هذا الشيء. يعني ان شاء الله قريبا راح نشوف هذه الثقافه موجوده في 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 مجتمعنا. اعتقد في قرارات انتم بالتنسيق مع وزاره التجاره مع الاداره العامه للجمارك سيتم منع كما ذكرت قبل شويه ايضا بعض يعني ادوات في التكييف. نعم. موفرة اعتقد للطاقه ان شاء الله هو سيمنع. اي نعم، هو في كود البناء في 2025 لن تجد اي مكيف او وحده تبريد مستهلكه للطاقه. لن تجد اطلاقا. اي لن تجد في 2025 لن يتم تداولها. الان ان شاء الله احنا في طور ان شاء الله الاعلان عن تاريخ قريب ان المكيفات اللي تعلق على الطوفه او في السقف او في او في في زاويه القرفه او مكيف الشباك قريبا ان شاء الله نعلن تداوله، نمنع تداوله ان شاء الله بالتعاون مع وزاره التجاره، نمنع تداوله في الكويت او اعتماده في مخططاتنا الكهربائيه. هذا راح يساهم بشكل رهيب في المزارع، في الجواخير، في المنشات المؤقته، يعني تسمع بالتشوين او كذا، انه ليش يستخدم شيء يستهلك كهرباء ويضر الشبكه الكهربائيه بامكانه يشتري المكيفات الموفره الطاقه ويطلق عليها اللي هو نسمي احنا الانفيرتا. جميل. هو يستفيد ويوفر على الدوله ايضا. اي نعم، الانفيرتا اير كونديشن الان موجود باسعار مقبوله نوعا ما. هل احنا متاخرين بهالجانب عن بعض الدول؟ يعني في دول سبقتها دول خليجيه؟ نعم، الدول الخليجيه في دول كثيره سبقتنا لان مقارنه بالتعرفه الدول الخليجيه المجاوره التعرفه لديهم عاليه جدا، بينما بالكويت الحمد لله التعرفه مقبوله يعني فلسين للمنازل الخاصه فلسين لكل كيلووات. جميل. وللاستثماري والتجاري 5 فلس لكل كيلووات. فعشان كذي احنا يعني شويه ما انطلقنا في هذا الامر، لكن ان شاء الله قريبا ان شاء الله بتفهم المواطن والمقيم راح يتجه الى هذا الامر ان شاء الله. واحنا كوزاره كهرباء ممثله في اداره المدير الكهربائيه قسم التكييف جاهزين للاجابه عن هذا السؤال لاي باحث او مواطن يعني بينشا منشاته يبي يعرف كم راح يوفر اذا استخدم هذه المكيفات، بامكانه مراجعتنا وراح نعطي الاجابه. اعتقد ايضا يعني الجميع المسؤولين ان شاء الله في وزاره الكهرباء يعني الابواب مفتوحه.
بأي شكوى لاستقبال نعم. المواطنين لاستقبال المقيمين. وأعتقد لك زيارات راح ستكون في مزارع الكويت سواء في العبدلي أو بالوفرة لشرح نعم. بعض المفاهيم أو بعض الاستراتيجيات أو بعض الخطط لإخواننا المزارعين. نعم إخواننا المزارعين يعني هم شريحة مهمة في الكويت لأنهم ينتجون الإنتاج الحيواني أو النباتي. الأمن الغذائي والأمن. أي نعم فعلا يساهمون بشكل رهيب وينافسون ما شاء الله. فإحنا من واجبنا أن نأمن لهم الطاقة وهم من واجبهم أن يتعاونون معنا في المشاكل المتكررة اللي تأثر على إيصال التيار الكهربائي. يعني الأشجار موجودة تحت خطوط هواية يجب إزالتها يعني عدم وجود. ليش ما تزعون نشرات إعلامية توعوية للناس؟ موجودة في حساب وزارة الكهرباء وفي في حساب مركز التواصل الحكومي على طول موجود إن هذه النشرات خاصة في موسم الأمطار في موسم الرياح تجد هذه النشرات يعني إحنا خاصة حين مقبلين على موسم أمطارها. فيعني ننصح المزارعين وأصحاب الجواخير أو حيازات حيوانية أو النباتية بقطع الشجار تحت. إن شاء الله أتمنى أن تكون أمطار خير، هذا يستدعي لكم تكون على أهبة الاستعداد وعندكم خطة لاستقبال موسم الأمطار. نعم إحنا سوينا تجربة قبل فترة أعلن وكيل الوزارة على خط على حدث وهمي وفعلا الحمد لله كانت نسبة تجاوب قطاع الكهرباء والماء سريعة جدا في هذا الأمر. كنا مركزين على منطقة الفاحيل والشعيبة والحمد لله جميع الفرق من كهرباء أو ماء تواجدت بشكل احترافي في الموقع. طبعا تجربتنا في أمطار العام الحمد لله كانت ناجحة جدا في التواجد يعني جميل وجهود وتضافر أجهزة الدولة كلها إن شاء الله. نعم يعني إن شاء الله ما في خسائر إن شاء الله لا بشرية إن شاء الله ولا أيضا مادية وتعاملت الدولة أيضا مع هذه المعطيات. سؤال الأخير لقاء ممتع بس أنا أتمنى أن يعني غطينا جميع المحاور ساعة ما تكفي لكن بطلب منك طلب ما الذي من الممكن أن يقدمه المواطن لوزارة الكهرباء العلاقة عكسية أنت شو اللي تبيه من المواطن فعلا احنا سمعنا الآن الجهد الحكومي المتطلبات الحكومية المسؤوليات اختصاصاتكم طيب ما هو المطلوب مني أنا كمواطن فعلا هو المواطن يرى كهرباء تصل أو ما يصل ولكن ما يعني اللي يوصل هذا الكهرباء والماء في عمليات أفراد أموال تصرف على هذا الصيانة. صيانة إنشاءات تقويات أمور كثيرة تخفى على المواطن إلا الباحث من المواطنين أو المقيمين فإحنا ندعو المواطن أو المقيم بترشيد الكهرباء والماء ندعوه باتجاه إلى كفاءة الطاقة باستبدال إضاءة إلى الـ LED أو استبدال تكييف إلى المكيفات اللي نسميها إحنا الانفيرتر إير كونديشن بأنواعها المختلفة. ننصح المواطن بتثقيف يعني أبناء ننصح المواطن يكون هو الرغيب يعني وإحنا الحمد لله تعودنا عليهم في حساب وزارة الكهرباء الرقابة الذاتية إيه إنه يبلغنا المواطن عن وجود مشكلة معينة شرارة في عمود كهربائي ماء يعني أنت في قطاعك مهندس مطلق قبل أختم المسؤول على 900 أعتقد 1000 عداد إيه نعم إحنا مستهلك بالنسبة ليك دقيقة لأن باقي لي دقيقة إيه إحنا مسؤول عن ما يقارب 900 ألف مستهلك اللي هو نقصد فيه عداد كهربائي أو ما يعني منتشر في أنحاء متفرقة من دول الكويت وقريبا إن شاء الله مع استخدام العدادات الذكية راح نعرف استهلاك لحظي لكل منشأة بالكويت إن شاء الله. لقاء ممتع أتمنى أن حاولنا قدر المستطاع أن نغطي جميع النقاط كل الشكر والتقدير لك والشكر موصول لكل موظف مهندس فني في وزارة الكهرباء الموقرة جهودكم واضحة ومقدرة والله يعينكم أيضا على تحمل المسؤولية وصلك سنة الآن في القطاع وجهد أيضا تشكر عليه المهندس طارق العتيبي وكيل مساعد لشؤون شبكات التوزيع في دولة الكويت وإن شاء الله مزيد من الإنجازات والنجاحات في هذا القطاع خدمة للكويت ومن يعيش على أرض الكويت. شكرا لكم موصول نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وضيف جديد صانع للقرار في الكويت الحبيبة وإلى ذلك الحين تحية وإلى اللقاء. شكرا لكم.